تفضل. لا ابدا. نعم مشتوي. نعم تفضل. لا ابدا. ما يمكن. راح لفت. زين كذا جالس تعازم، اخرتنا على الموعد. اسف يا استاذ اسف، ما كان قصدي. اقول الاخ، انت تعرفه مدير الشركه؟ تعرفه؟ يعني كذاك على الخفيف، صديقي من ايام الروضه. كذاك زين عقب مشكلتي انحلت. كيف يعني انت عندك مشكله؟ انت اللي تحل مشكلتي، بما انك يعني مدير الشركه صديقك، بتسوي لي واسطه معه. عشان خاطر يعني، اكون عمر. تسوي لي واسطة معه. اعتبر موضوعك منتهي. منتهي؟ احسنت، احسنت، ما قصرت. هتساعدني معه؟ هتساعدني؟ انا لك بنساعدك ان شاء الله. صديقك هو؟ من زمان. تفضل 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 تفضل.
لك احنا بعدنا بنفس المكان ما يستوي كيف ذا؟ انت اي حد برعص؟ انا ضغطت على رقم 4 طول العمر. انت ابوي ما مال لفتات انت، انت مال درج مال حبال انت. ايش دراك انت باللفتات؟ الحين انا بضغط الحين. الحين بضغط اي شيء فيك انت هلكتني. اسف ما كان قصدي، ما قصدي نعم. اسف يا طول العمر. حد العصا كذي ما يعرف تيسر تيسر. انا ساعد المدير. ترعص رقم كم 4؟ والرقم الثاني؟ الرقم الثاني هو؟ اوكي 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 اوكي. اسمح لي منك اسمح لي. مرة انا برعص. زين. ما شغلك. ادخل ادخل تفضل 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 ما ما صباح الخير. صباح النور، أي خدمة؟ لو سمحتي أبغى شوية أقابل مدير. بخصوص؟ بخصوص باغي أشتغل عندكم هنا في الشركة. لو سمحت أنت قول دورك. تفضل. إن شاء الله. نعم يا أستاذ، أي خدمة؟ أريد أدخل على المدير. عندك موعد سابق معه؟ لا ما عندي، لكن ضروري أشوفه اليوم. حاضر يا أستاذ، أنا بخبره إنك موجود، بس لو تكرمت تعطيني اسمك الكريم. شامس بن سالم. حاضر يا أستاذ شامس، تفضل استريح. هو الحين عنده مكالمة دولية وإن شاء الله بتدخل معه بعد شوية. تفضل استريح. تفضل. طيب شو شيء؟ لا شكرا ما في داعي. انا طريق البيت. احسنت. نعم اي خدمة؟ خلص الاخ الاول. انا عندي موضوع خاص. خاص؟ اي نعم شوي خاص على الخفيف كذا. وانت انا اسمي رامز محمود. اهلا مرحبا رامز. اهلا وسهلا. ايش من خدمة تحب تقدمها لك؟ العفو. العفو يا استاذ، انا اللي جاي اخدمك. انا الحقيقة جاي البي الطلب اللي نشرته اليوم في الجريدة. نعم. بخصوص طلب موظفين. نعم. انتوا ما طلبتوا موظفين؟ بصراحة احنا طلبنا مجموعة وظائف في الجريدة. نعم. لكن ما الشركة تتطلب تخصصات وشهادات عالية، ولو كان في خبرة هذا يكون شيء بعد افضل. فما اعرف انت ايش من انا بالحقيقة يا استاذ عندي ثالث اعدادي، لكن صدقني تراني انسان ذكي. نعم ذكي، وممكن اشتغل اي شغل. لذلك يا اخ رامز على العموم احنا نشوف لك الوظيفة اللي تناسبك. انا طال عمرك عندنا عدة وظائف، وممكن تكون لك وظيفة مناسبة ضابط علاقات عامة. لا هذه حالينك. نعم انا شامس بن سالم مكلمك. نعم اقصد هذه وظيفة مال الضابط حاليا يعني. هاي اقصد يعني. وانت كيف مؤهلاتك يا اخ شمس؟ والله الحمد لله كلهم خير وعافية، ما شايفين باس، كلهم يسرق حالهم كلهم في البلد، انا سبقدر لهم خير وعافية. نعم
يا أخ أنا ما أقصد أهلك، أقصد عندك شهادة؟ نعم الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونعم بالله ونعم بالله يا أخي، بس أنا أقصد إيش من شهادات عندك أخرى؟ يعني شهادات ثانية؟ نعم. أنا عندي الحقيقة شهادة مال كريرة وشهادة مال قدري، وإذا تبغى أتصل بالله الحين بيجيبونها. تفضل تفضل سلف سلف سلف. تفضل تفضل تفضل. أنت أخ شمس عمرك دخلت مدارس؟ نعم أنا متعلم ومثقف واجد بعد. إلى أي صف وصلت بدراستك؟ والله أنا كنت بخلص جامعة، لكن المشكلة واحد من الأساتذة دائما يعاندني وكله يطردني من الصف أو المشاور. يعني وين وصلت بالدراسة؟ والله أنا وصلت الدراسة يعني رابع ابتدائي ونص. على العموم يا اخوان انا بعينكم في الشركه تحت التجربه، وبعد ما تنتهي المده المحدده لكم كل واحد يستلم وظيفته. نعم. زين؟ ايش رايكم؟ ايش قلتوا؟ انا في الحقيقه موافق. وانا بعد موافق. عقب كل واحد الحين يروح يشوف شغله، زين؟ بالنسبه لك يا اخ رامز حنعطيك وظيفه ضابط علاقات عامه. نعم. زين؟ بدل الاخ اللي ترك وظيفته بسبب ظروفه. زين؟ وانا ايش بتكون وظيفتي يا استاذ؟ انت فراش تشتغل عندنا هنا في المكتب. كيف فراش الله يهديك يا استاذ، انا جاي ابغي مال الضابط هذه وتعطيني فراش ما يشتوي. والله يا اخ شامس هذا اللي عندنا يعني. اذا كنت تحب فاهلا وسهلا، واذا ما تحب فاهلا وسهلا، انت حر. هذه اخرتها عاد، مصر شال ومبخر ونظاره وشنطة ثلاثة ريالات وفراش بالأخير. سعاد تفضلي شوي من فضلك. نعم يا أستاذ. خذي رامز وسلميه مكتب ضابط العلاقات العامة، هيكون موظف عندنا جديد في الشركة. زين؟ ولما يجي الأخ خميس خلي فهمه طبيعة عملنا في الشركة ان شاء الله. وبالنسبه للاخ شامس ايضا اعطيه مهام عمله، زين؟ حيكون بعد موظف جديد. فراش. تفضل يا استاذ رامز. انت ما شامس؟ اي انا شامس الفراش. انا رامز اسمي يا نساء. تفضلوا معي تفضلوا. شكرا. تفضل. شكرا يا استاذ، احسنت. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. عندك شهادة كليرة؟ أنا الأخت أخذ الشنطة هاي معي. تفضل يا أستاذ رامز، هذا بيكون مكتبك. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو مكتبي. أنا كنت زمان أتخيلكم عندي مكتب مثل هذا. نعم، لكن هذا طلع أحسن عن اللي كنت أتخيله. وأنا هين مكتبي؟ اسمع يا اخ رامز. استاذ رامز لو سمحت. وليش تصعب على نفسك؟ امبارح قررتك الوظيفه؟ هلا على روحك على الطيحه بس. الناس مقامات يا اخ شامس، وكل واحد له مقام. اسمع يا اخ رامز، انا عندي اشغال ثانيه لازم اخلصها اليوم بعد. اذا سالني المدير ولا شيء
قول له لا تفتن عشان تترقى، فهمتني؟ تبعدك ما تعينت وهذه لمدتك، كيف عاد لما تتعين؟ اسمعني زين يا شامس، اجلس مكانك وشوف شغلك، تفضل تفضل. سؤال، خلي رامس يجيني شوي. كيف حالك؟ كيف الشغل؟ والله ماشي الحال. يا رامس، نعم، في الاخ خميس اللي اشتغل معاك في نفس القسم بالعلاقات، اي طرشت الى دائرة الهجرة ولحد الحين ما رجع، تأخر. وفي وفد ياباني جاي الحين في المطار، ابغاك انت تروح للمطار تستقبلهم وتجيبهم هني في الشركة. ما اعرفهم، والله ما اعرفهم. نعم، ما عليه ما عليه ما عليه، السكرتيرة راح تفهمك كل شيء، زين؟ واعتقد هذه مسألة بسيطة وسهلة وما يحتاج لها أي شيء. بس ها، لا تأخر عليهم. ان شاء الله. اي خدمه ثانيه يا استاذ؟ احسنت، تمام بشيء؟ بارك الله فيك. تمام الله تمام الله. اقول انسه سعاد، تو انا كيف اجيب اليابانيين؟ انت اللي بتجيبهم؟ يا انا اجيبهم. تفضل، هذا الملف في صور الخبراء وتأشيرات الوصول مالهم مرسولة من الصباح. بتروح هناك المطار وبتشوفهم هم جالسين في قاعة الوصول، انزين؟ شوف شكلهم وطابق بالصور اللي هني في الملف، وبيروح معاك السايق وجيبهم معاك هني الشركة. خذ. زين، اقول انسه سعاد، ما دام تعرفيهم تعالي معي. نعم. لا لا لا، بس احسنتي. كمان ابوي ايش قال لك؟ من هو؟ المدير. ماله؟ ايش قال لك؟ ايش؟ تراني هسألك، ايش قال لك المدير؟ صاكي لكتني شامس، لكتني قال لك وقال لك ما قال لي شيء، خليني اشتغل. شوف لا تسوي عمر الغشي، انا اعرف انك دخلت عند المدير وعطاك ترقيه، لكن ترى الدنيا واسطات. اخو شامس، خليك شويه في مكتبي، انا طالع الحين جاي. مكتبه؟ يا سلام، أول مرة أجلس على كرسي ضابط، بس ناقصني دريس. يا سلام يا سلام، مو أنت فنشوك رامز؟ يا ود الحلال يا ود الحلال، مالك مسوي نفسك دهق؟ أنا رايح عندي مهمة مع اليابان، فهمني؟ ها؟ مع اليابان؟ فهمني، تردين ندي؟ المدير الله يسلمك راسلني مهمة المطار علشان أستقبل خبراء يابانيين، ولو سمحت يا شامس أنت جلس في المكتب، لكن لا تجلس تشخبط الأوراق، فهمتني؟ إيه؟ أجيبك مستقلني، يكون في علمك أنا أعرف كل اللغات، وخاصة لغة اليابان، إذا تبغيني أترجم أنا مستعد. يا شامس، والله كلامك صحيح؟ مو قايلك مدعي أنا؟ العفو، العفو يا أستاذ شامس، ما حد قال ذاك. شي مكانك، شي مكانك، شي جاي. لحظة بس، أسوي تليفون. هل نسوي تليفون ترى ما أقطع، إحنا مستعجلين، عندنا مهمة. دقيقة بس.
هنا. نعم موجود، من يبغى؟ ضابط؟ لحظة حضر الضابط شوي. أمين، ضابط على التليفون. ألو؟ شامس؟ خير ايش مسوي؟ هل الخليفة يقول يبغاني ضابط ما ادري شنو؟ لا لا مبروك كذا؟ يا سلام ها؟ لا زين 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 ها زين زين مع السلامة. لا لا ولا يهمك، يلا مع السلامة. هذا شمس يقول اشتغل ضابط علاقات عامة، رسلوه المطار عشان يجيب خبر يابانيين. والله ما ادري ايش من شركة هذه اللي بترسل موظف اول يوم في مهمة مثل هذه. والله ما اعرف، بس ما عليك منه، شامس ذكي، ما عليك من سوالفه، يوم يبغى يفكر. وشامس لقيناهم، تو عاد ابغاك تشوف الصور، شوف متشابهه الصوره مطابقه بصورته، هو ذا مثل عيونه مغمضه نفس الشيء، هو عيونه مغمضه؟ اي الحمد لله رب العالمين. اقول لك شامس ابغاك تو تجي تتفاهم معهم وتقول لهم لو سمحتوا تعالوا اجلسوا بالسياره نشوفكم الشركه. خلا عش 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 عش. اي زين زين، بس يا رامس انت اليوم ما متريق زين. اليوم ما تريق زين، ما اعرف اتكلم زين. وبعدين بصراحه انا من زمان ما تكلمت ياباني، ناسي. كيف ناسي وكيف ما متريق؟ هناك بشكل بس جاحط انا وانا واتكلم لغتهم، تكلم معاهم ولا تسوي لي مشكله عندهم، تكلم معاهم اشوفك. زين زين لحظه بتذكر شوي. مشكله سوي لي مشكله. بتذكر زين اصبر. خلي عش. كمان. كمان. وتراو وتراو وتراو. يو ذس وات؟ مي مسقط. يو يابان طوكيو؟ يس. وي ونت تو جو مسقط. يو تاكسي؟ مي مسقط. يو يابان هي طوكيو. مي شامس هي؟ يي رامس هي. ابوي تعالوا معي قبل اخر في السن، تعالوا معي يلا يلا. شامس؟ تتكلم لغتهم ولا ظلمتك؟ اسمع انت 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 انطلقت بالكلام انطلقت. معلوم معلوم. اقول شامس؟ ركبوا السيارة. لان هناك مدير حراسة جالس. خل عش عش. كمان 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 كمان. عوريو عوريو. جود جود جود. يلا كمان كمان. بيتو بيتو. زينكم. شكرا شكرا. رامس راح المطار؟ اي نعم راح، وصار له ساعه تقريبا. عجب، كيف في واحد الحين متصل فيني من المطار يقول انه استقبل الخبراء والخبراء معاه الحين في المطار وما حد من شركتنا راح مستقبلهم؟ ما اعرف. السلام عليكم. كمان طوكيو ودرع ودرع ودرع. بولا مدير عوريو. يا مدير ما انت. هذين مين هذين؟ كيف من هذين؟ هذين هم نفس الخبراء اللي رسلتني المطار عشان اجيبهم. هم انا خبرتك تجيب هذين؟ خبرتك تجيب هذين؟ الحين ترجع المطار وتجيب معك الخبراء، ولا ترى ما تشوف نفسك الا في الشارع من ذي الدريشه؟ رامس احسن تصير، رحنا الحين في الطابق الرابع. واوي يا استاذ اسمح لي، يمكن حصل نفس الموضوع، بس اسمح لي اشوك. وهذا الذي سوي فيهم الحين؟ برا برا انت وياهم، يلا برا طلع برا. سمعت طوكيو؟ برا ابوي برا. يلا طوكيو يلا. زوج خالتك تاخر يا اخي، والوقت يسرقنا وللحين ما سوينا شيء. صدق بعد بالي مشغول عليه، كيف بيتصرف اذا رحنا عنه؟ يا ابن الحلال، شامس ريال كبير وبيعرف يتصرف وبيدبر اموره، وبعدين احنا مو رايحين اسبوع، يوم واحد وراجعين. لا لا بنتظره شوي يمكن يجي ونعطيه المفتاح. رايك يعني؟ ايه زين مثل ما تشوف. مرحبا شباب. اهلا يا شامس.
زين لقيت كيف حالك؟ كان تغديتوا عندي ما علي، ليش تحرسوني؟ امين قصده ان احنا مسافرين. ها؟ مسافرين؟ وعلى وين بالسلامة؟ وانا بتخلوني مع مين يعني؟ باكر الصباح يعني لا تخاف. ما دام كذاك بسيطة خوفتوني الله يهديكم. فكرتكم سافرين بصح يعني. لا سفرة عمل وبكرة الصبح نكون هنا إن شاء الله. يلا نشوفك باكر الصباح ها؟ خلي بالك على البيت ها؟ إن شاء الله. ولا يهمكم. يلا خلينا نمشي. يلا في مع السلامة. يلا شمسة ما نوصيك هجاب البيت إن شاء الله ولا يهمكم. دير بالك. حاضر حاضر إن شاء الله. يلا مولا مع السلامة. تبغى شيء ولا شيء؟ لا أحسنتم ما تقصرون. يلا في مولا رجعوا بسلامة إن شاء الله. حياكم الله. البيت في عيوني إن شاء الله، في عيون البيت لا تخافون. يلا مع السلامة. مع السلامة حياكم الله. خلص لك الباب، خلص لك الباب إن شاء الله إن شاء الله. لا تخلي الباب هذا مفتوح الرئيسي عن قبل شيء الغنم تاكل الزرعة دي ولا شيء. إن شاء الله إن شاء الله ولا يهمكم. البيت في عيوني إن شاء الله ما يهمكم. توكلوا توكلوا توكلوا. حياكم الله يلا إن شاء الله تردوا بالسلامة إن شاء الله تردوا بالسلامة. يلا موفقين. مع السلامة. أمين شوي شوي لا تسوق وايد. مع السلامة حياك الله أمين. مع السلامة. ها؟ ونسوا يعطون المفتاح. غبت يا شامس. من هذا اللي جايب انك هذا سايق. سايق من عارفه انه سايق؟ هاي سايق شركة. ايش قصدي زهران. هذا سايق المعهد. نعم سايق المعهد. والمعهد يجيبك في صالونة؟ كما تعرف يا زهران الشطار اللي مثال يعني يجيبون في بصات مكيفة، قصدي في سيارات مكيفة. تعرف ليش؟ علشان ما يسيح مخهم للحر. ما شاء الله. وهذه الأيام كما تعرف هذه الأيام البصات ما فيه تكييف، عشان كذا كانوا يجيبوني سيارة مكيفة. ويجيبوك في صالونة؟ يجيبوني ما شاء الله عليك. كذا أبغاك رامس، كذا أبغاك شاطر ورافع راسي فوق. نعم افتخر بك وسط الناس وسط الحارة. ساعدني ساعدني ايش بلاك ساعدني. يلا بس بارك الله فيك. كذا ابغاك البسها رامس. نعم الاخر عاد خلنا نشوف رايك ايش مسويت لنا من الغداء. عقايب نحصل. تفضل يلا مر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مستعجل. يلا يا كريم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم إيدك يا محمود. يلا بسم الله. رامز أعطيني من الحلال. مال العيش على طول تفل. الحلال ما تفل لكن تعرفين أنا أكثر من الملح. ها رامز إيش سويت في المعهد اليوم؟ ما في حال. مالي كيف ما في الحال؟ يعني بدأت الدراسة؟ من زمان توعد قاعد تسألني أنت. وإيش من الدراسة الحين؟ المدارس كلها في إجازة. كلامك صحيح يا زهران يا أخوي، لكن المعهد قال إن السنة هذه الصيف ما حار، وعلشان الصيف ما حار سيونا دروس خصوصية علشان الطلبة تستفيد. صح كلامي؟ يعني أنت الحين تروح المعهد كل يوم؟ إيه نعم. كيف إيه طيب إيه؟ أنا أول مرة أسمع إن مدارس تفتح في هذا الوقت من السنة.
يا زهران يا اخوي اسمعني زين، هذه يسموها دروس اضافيه. تعرف دروس اضافيه؟ يعني كورس صيفي ونظام جديد، فهمني. خلنا كل يعني هذه السياره بتجي كل يوم تشلك وتجيبك؟ اي نعم كل يوم. حجب زين والله، حجب حاجه. كيف يعني حجب حاجه؟ يعني نخلي السايق هذا وهو جاي على دربه يخطف السوق ويجيب لنا الاغراض كل يوم. ما يستوي جو الاغراض سياره المعهد، ما يصير. ليش ما يصير؟ حالنا احنا بس ما يصير؟ ترى اللي على دربه هو جاي ما يضره شيء، ما صح رامس؟ لا ما صح. كيف صح؟ يضره، ما يستوي. اها كيف يضره يا الحاس؟ خلوكم مثل غيرنا. الحمد لله شبعت، بصير اغسل ايدي. ما تهنوا حد يتغدى ابد، وانتي لا ترسي بطني شويه تصيريني مثل الفيل، فهمتي؟ الحمد لله رب العالمين. اخو الرامس، مو سالفه الكورس هذه مالك؟ عذبتيني هاي، هلكتيني، تخلصنا من زهران، جيتيني انتي، خليني اكل، هني علي شويه. لا اله الا الله محمد رسول الله. أبوي كل أو أنا ساكتة ما أقول شيء. أقول رايح بخبش على سر، لكن الشيمة كان في شيمة، هذا السر بيكون بيني وبينش، ما أبغى أخوي زهران يعرفه، سمعتي؟ أخاف يزعل. وأنت ما تعرف رايح حافظة الأسرار؟ عارفني حافظة الأسرار هي، زعل بسمعي. قول. أنا بالحقيقة؟ بالحقيقة يعني؟ إيه. أنا أشتغل بشركة، دراسة ماشية، معهد ماشية، وأنا الحين تحت التجربة، ولما يثبت تعييني عاد بعدين ما بيجيني حيلة، بفتح أخوي زهران واللي يصير. نعم. زين تو أنت حال مو ما تخبره، بيكون لما يسمع بهالخبر يفرح، على الأقل تساعده في مصروف البيت، كم عاشك؟ ما يستوي هاي، ما يستوي أخبره، هو يبغاني أدرس في المعهد وأكمل دراستي، وأنا صاني جالس أشتغل، ما يسمح لي. طيب انا هذا الصوت ما غريب علي. رامس روح شوفه. ابوي سيشوفه على ينقسم بلاعيمه بعد. هو نفس الرقم ونفس السكه صح، نفس العنوان. شامس انت ايش اللي جابك هنا؟ مو قاعد تسوي زين؟ يوم حصلت بيتكم على نفس العنوان اللي اعطيتني اياه، ولا كنت الليله انام في الشارع؟ انزين قول لي خير، خير ايش اللي استوى؟ باب البيت ماله؟ انقفل. ايه وبعدين؟ ايه وبعدين؟ ايه تكلم. ما انفتح. انزين وبعدين؟ وبعدين يا شامس مالك قاعد تكلمني مثل القطارة؟ مالك دخلت الموضوع وتكلم مثل الناس؟ زبدة الكلام، ابغى انام عندك الليلة لحد باكر يا رامس. شامس ابغى اسألك سؤال. اه انت ما كنت مع مين؟ أنا كنت عند أمين، بس باب البيت انقفل بالصدفة، وأمين وخليفة سايرين في شغلة لحد باكر. شامس؟ نعم. شيمة كان في شيمة. بيتي ما أقدر أدخلك أبداً، أخوي بيعرفني، بتسوي لي مشكلة، بتسوي لي نشبة، هلكتني عذبتني. رامس؟ نعم أخوي. إيش في عندك هنا؟ أبداً ما في شيء. هذا زميلي شامس وأنا وياه في معهد واحد بس. نعم. أنت معاه في الصف؟ لا. كيف؟ أنا أستاذه. أستاذي. أمي إنك أنت غريب لك، ومخلي الأستاذ شامس واقف؟ إحنا آسفين أستاذ شامس، أهلا وسهلا. شرفت، تفضل، البيت بيتك، تفضل أستاذ شامس، خذ منك. ماشي حيلة.